الحادي عشر من فبراير شباط 1979، نقطة فاصلة في تاريخ إيران المعاصر، ثورة تشتعل في أنحاء البلاد طولاً وعرضاً وتنجح في إسقاط حكم الشاه محمد رضا بهلوي ليتربع مكانه على عرش طهران رجال دين شاركوا في الثورة. 4 عقود مضت ولا تزال التجربة الإيرانية محط اهتمام الدارسين حتى الآن، خاصة مع توالي صدور الكثير من الشهادات التي روت الأحداث خلف الكواليس، كواليس ظلت سرية تحت حكم روح الله الخميني وسلفه علي خامنئي، لا يعلم عنها سوى من شهدوها. أبرز تلك الشهادات جاءت من قلب الحلقة الضيقة للإمام الخميني، مذكرات آية الله حسين علي منتظري، الرجل الثاني بعد الخميني لتلقي مذكرات منتظري حجراً في المياه الراكدة بعد أن أزاحت بعض الغموض عن كواليس الثورة الإسلامية الإيرانية. آية الله حسين منتظري مرجع ديني بارز في إيران، كان رفيقاً للخميني قبل الثورة، كان الرجل من أبرز منظري الحوزة العلمية في قم، وفور انتصار الثورة استعان به الخميني للمساهمة في بناء الجمهورية الإسلامية الجديدة، حتى أنه اختاره ليكون نائبه الأول ووريث حكمه. كل تلك الحظوة كانت قبل أن تفسد السياسة العلاقة بين الرجلين، حتى بلغ الأمر بالخميني أن أمر بعزل منتظري من منصبه عام 89، فوضع الرجل المعمم تحت الإقامة الجبرية. عكف منتظري لاحقاً على كتابة مذكراته، الأمر الذي أزعج السلطات في إيران فمنعت تداولها بحجة أنها تضر بالدولة وتسيء إلى حكم المراجع الدينية. وفي العام 2020 أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ضمن سلسلة ترجمان ترجمة عربية لكتاب نقد الذات، آية الله حسين علي منتظري في حوار نقد ومكاشفة للتجربة الإيرانية، بقلم نجله سعيد منتظري الذي جمع فيه جزءا كبيرا من مذكرات أبيه وأوراقه، لتكشف الشهادة عن عمق الأزمات التي تسبب بها نظام ولاية الفقيه الذي وضعه الخميني بعد الثورة، كما تحدثت عن أولئك الذين استغلوا عباءة الإمام في تحقيق أهدافهم. هذا الكتاب من وجهة نظري هي إضافة في مجال الدراسات حول إيران، وهي أيضا إضافة في مجال الدراسات التي تحاول أن تفهم حالات التغيير التي تحدث في المجتمعات وكيف تدار الأمور بعد الثورات. هذا كتاب في غاية الأهمية من وجهة نظري كباحثة في الشأن الإيراني. فأنا أعترف بأن هذا الكتاب أضاء لي الكثير من الجوانب وجعلني على دراية بزوايا لم تكن حاضرة في ذهني ومتابعتي عندما ألفت حتى الطبعة الثانية من كتاب التيارات السياسية في إيران. وأستطيع أن أقول أنني إذا عدت لكتابة العقد الأول من عمر الجمهورية الإسلامية فإن جوانب أخرى ستكون حاضرة في الكتابة حول إيران، كما أن قراءة هذا الكتاب ستساعد على أن تكون الزوايا هذه حاضرة في ذهن أي دارس أو متابع يحاول فهم وإدراك بمستوى عميق للجمهورية الإسلامية في إيران. شهادة من قلب النظام الإيراني تزيل النقاب عن العلاقة المعقدة التي جمعت بين الخميني ودائرته الخاصة. تتحدث أيضاً عن كواليس الحرب العراقية الإيرانية وعن فضيحة السلاح الأمريكي الذي وصل إيران إبان الحرب، ثم يتطرق إلى عمليات الإعدام الجماعية التي لم تهدأ وتيرتها منذ أن نجحت الثورة. كل تلك الأمور وغيرها
دفعت آية الله حسين منتظري لانتقاد النظام الحاكم في إيران، لكن الكلفة كانت باهظة. بداية، يحكي منتظري أنه تعرف على الخميني في مدينة قم عام 42، حيث كان منتظري طالباً يتحسس خطاه الأولى في دراسة العلوم الدينية. أما آية الله الخميني فلم يكن معروفاً، ولم يكن يحضر دروسه سوى 8 أفراد من بينهم حسين منتظري الذي تأثر كثيراً بالخميني. وبمرور الوقت تحول منتظري من مجرد تلميذ مقرب إلى ابن لم ينجبه الخميني، بل ومستعد للتضحية من أجل أبيه. لقد قدمت الكثير من الجهد والتضحية لتثبيت مرجعيته والسير بأهدافه التي كانت أهدافي أيضاً. وفور بدء النهضة الإسلامية وحتى نهايتها كنت أول مدافع عن آية الله الخميني في الحوزة الدينية، كنت أعتبر هدفه مقدساً. تخليت عن الراحة والطمأنينة وتحملنا السجن والتعذيب القاسي الذي لا يحتمل، وخاطرت بروحي وسرت إلى جانبه. كنت أحياناً أوزع عطيات مالية شرعية على الطلاب باسمه، أو أمنحها إلى عوائل السجناء السياسيين المحتاجين، حتى أني كنت أحياناً أصرف من ميزانية معيشتي في هذه المجالات. خلال الستينيات والسبعينيات كانت إيران على حافة البركان، عرش الشاه أخذ في التصدع. مع تصاعد موجات متتالية من الاحتجاج على سياساته الدائرة في فلك الغرب والمتقاربة مع إسرائيل، وكمعارض ديني له شأنه، كان لآية الله منتظري نصيب من التفاعل والتأثير، ونصيب من المرارة أيضاً، فقد تعرض للنفي والاعتقال أكثر من مرة على يد نظام الشاه التي بطشت به وبغيره. اعتقلوني ومع ابني محمد وعدد من العلماء وطلبة الحوزة في سجن قزل القلعة. ودعت في زنزانة فردية، وفي أحد الأيام أحضروني إلى غرفة التحقيق وجيء بابني محمد. لقد أرادوا بذلك أن يعذبوني نفسياً، ثم أتوا بجهاز المدفأة الكهربائية، وبعدما حميت وأحمرت أجلسوا محمداً عليها، وبعد ذلك أجروا محكمة صورية في داخل السجن وحكموا علي بالحبس 3 أعوام. لقد مارسوا علينا شتى ألوان التعذيب، حتى أن أذني اليسرى قد تمزقت من أثر الضرب. من مدينة قم نصب الخميني زعيماً للمعارضة بعد أن قاد حملة احتجاجات واسعة ضد الشاه، بالرغم من وجود العديد من رجال الدين الأعلى منه رتبة علمية، ما دفع الأجهزة الأمنية لاعتقاله ونفيه خارج إيران. يقول الباحث في شؤون الشرق الأوسط كريستوفر ديبيليج في كتابه حديقة الورود إن منتظري قد لعب دور الوسيط بين الخميني والناس إبان الثورة، وبعد نفيه أصبح مسؤولاً عن جمع الأموال وعن إنفاقها على مصاريف الثورة. ويؤكد كريستوفر أن منتظري قد دفع ثمن مواقفه غالياً من قبل نظام الشاه. وحين انفجرت مظاهرات فبراير 79 اعتصم منتظري داخل مسجد جامعة طهران، ولم يخرج منه إلا برحيل الشاه وعودة الخميني إلى البلاد. منتظري was a revolutionary. He started his ideas during the Shah's time. In fact, Montazeri is, I think. منتظري كان ثوريا، بدأ أفكاره خلال عهد الشاه. He was a courageous man. في الحقيقة منتظري كما أعتقد هو شخص مؤسس للحركة الثورية ضد الشاه. لقد كان شخصاً شجاعاً، لقد كان مميزاً كونه آية الله، لقد كان ثورياً. لقد كان لديه فكره الخاص ولم تنقصه الشجاعة، لقد بدأ يحارب نظام الشاه، وبكل تأكيد لا أقصد الحرب بالسلاح، أقصد منافحة بالأفكار والممارسة.
لقد بدأ معارضة النظام، لقد بدأ تنظيم صفوف المعارضة ضد النظام، الحديث ضد النظام، أقصد نظام الشاه بالطبع. وقام الشاه بوضعه في السجن العديد والعديد من المرات، لكن ذلك لم يمنعه من الاستمرار. وبذلك نأتي إلى النقطة حيث كان الخميني في العراق ومن بعد ذلك في فرنسا. فقد أشار إلى أنه نائبه، لذا هو كان يمثل الخميني في إيران في مهد الثورة، لكنه في الحقيقة كان في السجن حتى سنة قبل نجاح الثورة. وحين أطلق سراحه فقد استأنف عمله في التنظيم والعمل، لذا فإن دوره كان عظيما في الثورة. And organizing it and so on. So he had a major, I think, role in the revolution. Allahu Akbar! A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. اعتلى الخميني عرش إيران وتهيأت الأجواء أمام رفيق الخميني للصعود، فانتخب رئيساً لمجلس الخبراء، ثم عينه الخميني إماماً لجمعة مسجد طهران، وبعدها أوكلت إليه مهمة بناء النظام الجديد للجمهورية الإسلامية وفقاً لأطروحات الولي الفقيه التي كان منتظري أهم منظريها. ويتذكر آية الله منتظري تلك الأيام إذ يقول: إن الإمام الخميني قد عهد إليه برئاسة مجلس قيادة الثورة وولاه مهمة الخطابة لصلاة الجمعة رغم عزوف منتظري عن تقبل أي منصب حكومي. وفي حوار بينهما قال منتظري للإمام: أريد العودة إلى قم، فأرجو أن تستبدلوني. فقال الإمام: اختر من تريد. فقلت: السيد علي خامنئي، فله قدرة على الخطابة. سكت الإمام، وبعد لحظات قال: أنا لا أريد أن أتدخل. في مذكراته يتعرض حسين منتظري لسنوات الحرب الثمانية مع الجار العراقي، الحرب الطويلة التي اشتعلت عام 1980. يقول منتظري إن هدف النظام الإيراني كان طرد العراقيين من الأراضي الإيرانية، لكن وبعد أن تمكن الجيش الإيراني من استعادة مدينة خرمشهر لم يكن ثمة أي مبرر للاستمرار في الحرب من وجهة نظره. في المقابل كان البعض داخل النظام مؤيداً بقوة لاستمرار القتال حتى إسقاط نظام صدام حسين، انطلاقاً من الروح الثورية التي ترى ضرورة تصدير الثورة إلى خارج حدود إيران. ويؤكد منتظري على أن رأي الخميني كان يميل إلى رأيه أكثر من رأيهم، لكنه واجه معارضة شرسة من قبل الشيخ هاشم رفسنجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي وقتها، والسيد علي خامنئي رئيس الجمهورية، ومحسن رضائي قائد حرس الثورة، الذين عملوا على استمرار الحرب حتى تحقيق أهدافها. بعد أن استعدنا خرمشهر أصبحت الأرض مهيئة لإنهاء الحرب، وبالنظر إلى أن الورقة الرابحة التي كانت بأيدينا كنا نستطيع الحصول على تعويض جيد، لكن لم تقبل وجهة نظري لأي سبب كان، ولم يكن بناء أن أرفع راية المعارضة لأن رأيي لم يقبل. وفي مواقف كهذه يقول العقل السليم بالأخذ برأي الجماعة، وكان مسؤولون النظام البارزون يقولون في الجلسات التي كانت تعقد في بيتي: نحن غير موافقين على الحرب، لكن الإمام يصر على أن الحرب يجب أن تستمر حتى سقوط صدام. وبالرغم من خيبة الأمل التي أصابت منتظري عقب تجاهل آرائه بشأن الحرب، إلا أنه تلقى خبراً سعيداً في يوليو تموز عام 1985،
حين رشحه الخميني ليكون خليفته في حكم البلاد، وبموجبه أصبح منتظر نائبا للمرشد بعد أن صعد إلى موقع الرجل الثاني. لكن الخطوة الجديدة كان من شأنها أن تشعل صراع الأجنحة حول إرث الخميني. اللافت في الأمر أن صوت منتظري كان مختلفاً عن أصوات من حول الإمام، إذ أعلن أكثر من مرة رفضه لممارسة العهد الجديد بعد الثورة، ما وضعه في دوائر المواجهة مع خصومه. كنت أقدم التقارير إلى مكتب الإمام الخميني، وكنت أذكر في خطاباتي مشاكل الناس ووضع البلد، ولكن بعض المسؤولين كانوا يعترضون علي دائماً ويقولون: لا تذكر هذه الأمور في خطاباتك لأنك ستعطي الذريعة لأعداء النظام والثورة كي يتصيدوا في الماء العكر. ولكني كنت أرد عليهم وأقول: كيف يمكن أن نسكت عما يجري من مظالم ونحن ندعي أننا من شيعة أمير المؤمنين وندعي أن حكومتنا تتبع عدالته؟ كانوا يقولون: من أجل مصلحة البلد يجب أن نكتم الحقائق. فكنت أرد عليهم قائلاً: من أجل مصلحة البلد لا بد أن نقول الحقائق ونظهر الحق حتى ولو كان مراً. بدا لمنتظري أن الثورة تحيد عن جادة الصواب وتمضي على ذات الدرب الذي عاشته زمن الشاه، فرجال المخابرات أو من أطلق عليهم جنود الإمام المجهولون قد حملوا ميراث جهاز السافاك، فتواصلت حملات المطاردة والاعتقال ونصبت مشانق الإعدام. كانت الأحكام الصادرة تتم دون محاكمة عادلة، فكان يؤتى بالمتهم ويصدر بحقه حكم الإعدام دون أن تثبت عليه التهمة ودون السماح له بالدفاع. في إحدى المرات رأيت حكماً من أحد القضاة ينص على هذه العبارة فقط: بسم الله الرحمن الرحيم، إعدام، وتحته توقيع القاضي. فلماذا الإعدام؟ وما هي التهمة؟ وأين دفاعاته؟ أتذكر أيضاً وفي إحدى زياراتي لمدينة نجف أباد جاءني أشخاص طلبوا مني المساعدة لإنقاذ شخصين من حكم الإعدام، بينهما بنت في 13 من عمرها، وكانت التهمة الموجهة إليهم الانتماء لمنظمة خلق. فقمت فوراً بمتابعة قضيتهما، لكنهما قد أعدما. كان الأمر غير معقول، ما هذه السرعة في تنفيذ الأحكام؟ حتى في زمن الشاه لم يكن حكم الإعدام ينفذ إلا بعد إجراء 3 محاكم، ويعطى للمتهم حق الاستئناف بعد أي محكمة، وإذا صدر الحكم فلم يكن يتم تنفيذه إلا بتوقيع الشاه. إذا أردنا أن نفهم الخلاف في هذا المجال من وجهة آية الله منتظري، فهناك اسمان يبرزان بشكل كبير في فصول الكتاب. هما وزير الاستخبارات في تلك الفترة ري شهري، وأيضا مدير مركز وثائق الثورة الذي توفي قبل عام تقريبا، روح الله حسينيا. هذان الشخصان كما نجد بين فصول الكتاب لعبا دورا كبيرا جدا في تسويد صفحة آية الله منتظري لدى آية الله الخميني، لأن ري شهري عندما كان يوصل التقارير الدورية من خلال أحمد الخميني ابن آية الله الخميني إلى الخميني كانت دائما مليئة بمعلومات تقول بأن آية الله منتظري يفعل كذا ويقترب من مجاهدي خلق والذين كان يطلق عليهم المنافقين في إيران، وأن كثيرا من مال الخمس يذهب في هذا الاتجاه، بل إن حتى أنشطة مكتبه كانت تقدم في تقارير دورية، لدرجة أن الخميني في إحدى المرات بعد أحد التقارير قال أن آية الله منتظر يتحدث وكأنه إذاعة بغداد. ظهر الخلاف الدائر وراء الكواليس إلى العلن في نوفمبر تشرين الثاني عام 86، حين فجرت جريدة الشراع اللبنانية فضيحة مدوية هزت أمريكا وإيران معاً، مع
بعدما كشفت عن صفقة سرية حصل بموجبها الجيش الإيراني على صواريخ أمريكية عن طريق إسرائيل خلال الحرب مع العراق. إنها الأزمة التي عرفت بفضيحة إيران كونترا، نسبة إلى اسم ميليشيات استخدمت صفقات السلاح في تمويلها بنيكاراغوا. ازداد الأمر تعقيداً بعدما تسرب أن مستشار ريغان للأمن القومي روبرت ماكفارلين قد زار طهران سراً ليتفق على كافة تفاصيل الصفقة. يقول منتظري إن شخصيات غير مسؤولة رسمت تلك الصفقة ودون استشارته بصفته نائباً للمرشد الأعلى، ما أشعل نيران غضبه اتجاه مهندس الصفقة الأول هاشم رفسنجاني، والذي تمادى في حرصه على استمرار الحرب بأي ثمن حتى لو كان دعماً من الشيطان الأعظم، في وقت كانت فيه خطابات قادة الثورة الإيرانية لا تكف عن الهجوم على أمريكا وإسرائيل. أثارت هذه القضية فضيحة كبيرة في الأوساط السياسية الإيرانية والأمريكية. قلت يومها للشيخ رفسنجاني: لماذا لم تبحث الموضوع معي قبل اتخاذ قرار شراء أسلحة من أمريكا؟ فرد متعجباً: من أين عرفتم هذه القضية؟ قلت: الجن أخبرني بذلك، لماذا لم تعلموني؟ فسارع إلى القول وكان مرتبكاً: قررنا أن نخبركم بالقضية لاحقاً. قطعاً لا أعلم إن كان الإمام الخميني على علم بالأمر أم لا، كما لا أعلم بشكل دقيق من هم الأشخاص الذين كانوا على اطلاع بالموضوع. نقد آية الله منتظر لهذه المسألة ينصب حول قضية في غاية الأهمية، وهي أنه إذا كانت إيران الثورية في العلن تتحدث عن مواجهة الاستكبار وترفع شعار العداء مع أمريكا، فإن من المعيب أن تجري محادثات بشكل سري معها، كما أن لا يجوز أن يتم ذلك بعيداً عن الأجهزة ذات العلاقة، وأنه كان يجب أن يكون ذلك أن يتم ذلك بطور من الشفافية والوضوح. هذه المسألة. مسألة أخرى أيضاً مهمة، أن آية الله منتظر يؤكد أن هذه الدعم بالسلاح لم يكن مقصوداً منه أن يعطي لإيران سلاح، بقدر ما كان مقصوداً منه إدامة الحرب بين العراق وإيران، ويقول أن ذلك جاء في إطار مخطط لإنهاك البنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية في كلا البلدين. The people around Montazeri who did not like what was going on between لذا الناس حول منتظري الذين لم يحبوا ما كان يجري بين الجمهورية الإسلامية وبين إسرائيل والولايات المتحدة، هم ذهبوا ومن خلف الكواليس أعطوا كل تلك التفاصيل عن تلك اللقاءات السرية لجريدة لبنانية، وتلك الجريدة مباشرة قامت بفضح الأمر برمته عن اللقاءات مع إسرائيل والأمريكيين وكل ذلك، وذلك أصبح أمراً مهماً في الوطن، والخميني لم يحب ذلك على الإطلاق، لأن الخميني كان يقول للشعب الإيراني إنهم ضد الأمريكيين وضد إسرائيل، وفجأة تأتي الأخبار أنهم يعملون مع إسرائيل ومع الأمريكيين. ذلك الأمر قاد الرجال حول الخميني بما فيهم هاشمي وخامنئي وآخرين أن يدفعوا باتجاه إقصاء مهدي هاشمي الذي كان أحد أفراد عائلة منتظري. كانت الصفقة مؤشراً على صراع خفي بين مستويات عليا في النظام الإيراني، بل إنها كشفت عن وجود جناحين يتصارعان على خلافة الخميني، رفسنجاني وحليفه خامنئي، مقابل جناح منتظري ومساعده القوي مهدي هاشمي. لاحظت في بعض التحليلات القول إن سبب فشل زيارة ماكفارلين هو الصراع على السلطة بعد الخميني مع أشخاص مرتبطين بي، وأقول لو كنت أريد الحفاظ على السلطة لكان بمقدوري وبأقل التكاليف والوسائل أن أحافظ على مكانتي الظاهرية وأجعلها مستحكمة.
لكني لم أكن مشغولاً بكسب السلطة والمكانة الاجتماعية. بالنسبة لي الأكثر أهمية هو تأدية العدالة وحفظ حقوق جميع الناس، وهو ما دفعت ثمنه غالياً، ولست مستعداً في مقابلها أن أهادن وأقدم أقل التنازلات أو أن أفكر بشكل مصلحي. وأعتقد أن السلطة والمناصب أمور اعتبارية سرعان ما تزول، وأن ما يبقى هو أفعالنا، وهو ما نحاسب عليه أمام الله والناس. على عكس المتوقع، لم يحترق رفسنجاني وخامنئي بنيران فضيحة إيران كونترا، وإنما أصيب بشررتها المعارض الأول لهذه الصفقة آية الله منتظري، فتمثلت أولى لبنات حصاره في محاولة الإطاحة بمهدي هاشمي مساعده القوي والقيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني، بعد أن اعتبره رفسنجاني المتهم الأول في أمر التسريب. كان السيد مهدي هاشمي من الأشخاص المناضلين خلال الفترة التي سبقت الثورة، لكن المشكلة فعلاً أنهم كانوا يتوارون خلف الإمام الخميني وعباءته ويستغلون سلطته ونفوذه. لقد أطلقت وزارة الاستخبارات حملة اعتقالات واسعة بذريعة قضية السيد مهدي، ومع اتساع الاعتقالات خامرني إحساس بأن قضية هاشمي مجرد ذريعة، لأن الأمر في الحقيقة تصفية سياسية في ذلك الوقت، وتزامناً مع إفشاء حادثة ماكفارلين إيران كونترا. علمت من مصادر الخاصة أن تاجر أسلحة إيراني كان الوسيط في الصفقة، لأن له علاقات مع مسؤولين أمريكيين، ومن خلال الوسيط اشترت إيران صواريخ تاو من أمريكا. أما الوفد الإيراني الذي اجتمع مع ممثلي البيت الأبيض فكان مرسلاً من الشيخ هاشمي رفسنجاني، وخلال اجتماعهم تحدثوا في مسألة تصدير الثورة وتدخل إيران في شؤون البلدان الأخرى كلها، فقدمت ضمانات أمريكية تتعلق بمستقبل النظام بعد أن سعى الوفد الإيراني لكسب رضا أمريكا. على إثر الفضيحة أطيح بمهدي هاشمي المساعد الأول لحسين منتظري، فقد حوكم مهدي هاشمي أمام محكمة سرية قضت بإعدامه بعد أن أحاطته تهم كثيرة، بعضها تم استدعاؤها من عهد ما قبل الثورة، فقرر منتظري الاستعانة بالخميني علّه ينقذ هاشمي، فبعث برقية إلى الخميني يتشفع فيها لمساعده، لكن الإمام قد خيب آمال رفيق عمره ولم يستجب لرجائه، وفي العام 87 أعدم مهدي هاشمي. في كتابه الدفاع والسياسة يقول هاشمي رفسنجاني بأن الانتقادات التي كان يوجهها منتظري لأسلوب الحكم في إيران قد أغضبت الخميني، واعتبر رفسنجاني أن الآراء المتطرفة لمهدي هاشمي قد هيمنت على أفكار منتظري، حتى أنهم قد طلبوا منه الابتعاد عنه لكنه رفض. ولهذا رأت الاستخبارات الإيرانية أن مشكلة منتظري ستنتهي إذا أبعد هاشمي عنه، وهو ما قبله الإمام ورفضه منتظري. ويقول رفسنجاني أيضاً إن إعدام مهدي هاشمي لم ينقذ منتظري كما تصوروا، بل زاد من غضبه. كان إعدام مهدي المسمار الأخير في نعش علاقة الخميني ومنتظري، والذي أسرف في انتقاداته لسياسات النظام الحاكم، وتحول منتظري إلى أعنف معارض للنظام، حتى أن هذا التقرير الذي أصدره مركز معلومات تابع لوزارة الدفاع الأمريكية يكشف أن منتظري الذي كان يوصف في الغرب بأنه زعيم الفصيل الراديكالي أصبح ينظر إليه على أنه زعيم المعتدلين في إيران بسبب مواقفه تلك. لم تكن المواجهة مع منتظري بعيدة عما يجري على الأرض، فالثورة أخذت تأكل نفسها كما يقول منتظري، بعد أن تصاعدت الخلافات بين النظام وبعض المرجعيات الدينية، حتى أنه ألقي القبض على بعض الرموز الدينية، ومنهم آية الله محمد كاظم شريعة مداري، وآية الله قمي، وآية الله السيد صادق الروحاني.
وبحسب منتظري فإن الإمام الخميني لم يكن على دراية بما يحدث، ولم يكن يصل إليه إلا ما يريده ولده أحمد والمحيطون به، ومن يقترب من هذه الدائرة كان يعرض نفسه للخطر. أقعد المرض الخميني، وحول فراشه زادت مطامع المحيطين به لضمان خلافته والإطاحة بالمرشح الأوحد للمنصب. آية الله حسين منتظري ذاته، والذي كان حينها المرشح الأول لخلافة الخميني. يحكي رفسنجاني أن الإمام الخميني قد دعاه إلى لقاء بحضور نجله أحمد الخميني، وأخبرهم بنيته إزاحة منتظري. ويقول رفسنجاني: لما أعلن الإمام قراره ابتهجنا، لكننا حذرناه من خطورة عدم تعيين البديل، فأجابهم: ها هو خامنئي. في 26 من مارس آذار عام 1989 تلقى منتظري رسالة غاضبة من الخميني يخطره فيها بعزله من منصبه، ويقول منتظري إن الخميني في أيامه الأخيرة وقع تحت السيطرة من قبل أحمد الخميني وهاشم رفسنجاني وعلي خامنئي، حتى أنه شكك في أن يكون الخميني هو الذي كتب رسالة عزله. ولذلك نجد هناك شخصيات متعددة في إيران شككت في أن تكون هذه الرسالة قد صدرت، رسالة العزل قد صدرت عن الخميني نفسه، وإنما يقولون أنها صدرت عن أحمد الخميني. هذه مسألة. المسألة الأخرى أن هاشمي رفسنجاني وإن كان في آخر حياته في السنوات الأخيرة قد كان يتواصل بشكل جيد مع منتظري، إلا أنه أيضا كان من الشخصيات التي أثرت في كثير من القضايا. فمثلا رفسنجاني لعب دورا في منع خطب آية الله منتظر أن تبث من خلال الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بل أصدر تعليماته بأن يتم مراقبتها قبل أن تبث. حوصر منتظري في قم، وأزيلت صوره من المؤسسات الحكومية، وتعرض لحملة تشويه واسعة على أوراق الصحف ومنابر المساجد، وهو تنكيل لم يرحم منه حتى بعد وفاة الخميني ومع تولي محمد خاتمي رئاسة الجمهورية الإيرانية عام 1997 على صوت منتظري المنتقد لولاية الفقيه مجدداً، ما أدى به إلى الإقامة الجبرية نحو 5 أعوام. وبعد رفع الإقامة الجبرية عنه بقي منتظري فيما تبقى من أيام في حياته مخلصاً لموقعه، مرجعاً أول لصوت المعارضة، وأصبحت دروسه قبلة لكل الغاضبين على الحكومة، وطالب بإجراء تعديلات على نظرية ولاية الفقيه التي كان أبرز منظريها، وظل الرجل في موقع المعارضة حتى توفي بعد أيام من إعلان تجديد رئاسة أحمد نجاد. وكأن القدر ادخر لمنتظري قبل رحيله حربا أخيرة ضد خامنئي، وتجلى المشهد الأخير في جنازته المهيبة التي لم تتوقف عن المطالبة بسقوط أحمد نجاد وولاية الفقيه.